هل يحصل هذا الفضل من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هل يحصل هذا الفضل لمن عليه قضاء من رمضان، أو يجب أن يبادر بالقضاء ثم يصوم الست؟ الجواب أن من عليه قضاء من رمضان لا يدرك هذا الفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط لحصول هذا الفضل أن يستكمل ما عليه من رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وعليه فمن عليه قضاء من رمضان يبادر بالقضاء، ولو صام الستة أيام من شوال قبل رمضان لا يحصل على هذا الفضل. والحديث ظاهر في هذا كالصريح. وأما حمل بعض أهل العلم رحمه الله على أن من صام رمضان يعني بعضه ولا يمنع أن يحصل الفضل لمن عليه قضاء، لأن العبرة بالأعم الأغلب والأكثر، فيقال إن هذا خلاف الظاهر، لأن الرسول يقول من صام رمضان ومن عليه ولو يوم واحد من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا وعليه، فلا يحصل هذا الثواب المرتب على صيام ست من شوال إلا لمن استكمل صيام رمضان.